اعتبار ان هذا يعني الحشره كانت يعني على مستوى الصبار يعني الانثى، ولكن السنه الفارطه يعني ظهرت واحد الحشره اخرى حرمت على الناس المعيش، حرمت عليهم المنازل، حرمت عليهم شحال الضوء. من المسؤول؟ المسؤول طبعا القطاع الوسيط اللي هو الفلاحه. المسؤول الدوله ما عندهاش قطاع مجسده في قطاع الفلاحه، ما عندهاش اراده حقيقيه منذ بدايه ظهور هذه الحشره وهذا الوباء، اللي طبعا لمحاربته نهائيا. هنا تنطرح واحد الاشكال اخر ديال نظريه المؤامره، نظريه ان هذا الشيء مضبط، خاصه واننا تنشوفوا طبعا يعني التقنين هذا المفعول، هذا المفعول عفوا، هذا يعني اللبسه ديال الصبار على شكل يعني طبعا ذاك الشيء ديال الصير وكذا الى اخر ذلك، مما يعني ان هناك ربما يعني نيه كما قلنا من اجل يعني القضاء يعني على الصبار بمنطقه طبعا وأمرار كذلك من المناطق الأخرى جهة سوس. والإشكال هو أنه طبعا هذا الرشام ديال الطائرات علاش ما بداوش الشحال هذه؟